الجزائر ضمن أسرع الاقتصادات العربية نمواً في 2022. سيكون اقتصاد الجزائر واحداً من الاقتصادات العربية الأسرع نمواً في عام 2022 حسب ما كشف عنه تقرير حديث لصندوق النقد الدولي. وتتجه الجزائر لتحقيق نمو بنسبة 4.7% إلى غاية نهاية السنة الجارية حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء. ووضع صندوق النقد الدولي الجزائر بين الاقتصادات العربية الستة التي ستسجل أعلى نسب نمو في الفترة المذكورة على الرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل وباء كورونا والأزمة الأوكرانية. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.